بدنا نرجع لهالعلم، هالعلم موجود إذا أنت بدك تكون بهالوجود، هالعلم موجود فهتو بيت الشفاء. بس نحن عندنا العلم بالدين، أنا عندي لسان بلوى، نعم بالإنجليزي أكثر. يعني إذا بتقروا أي كتاب، خبرتكم يمكن في كتاب اسمه واي وور، هالكتاب أعطيته لصديق لإلي بأمريكا وهو صديق أوباما، وأنا أعطيته كتاب لأوباما. Priests and politicians are the mafia of the soul and you are one of them. وكل هالحلقات اللي بتشوفون هون وغير هون بترجموا له اياهم، قال لهم ما في لزوم تترجم، مره خطره كثير لانه عندها اياها ساين لانجوج. كتاب اسمه واي وور محطوط على الموقع، قال له خطر هالكتاب، ليش في حرب؟ ليش ما منشيل هالحرب حرف ومنحط حب؟ شو السبب؟ من ملايين السنين ما عندنا الاويرنس، وممنوع نوعه، ممنوع. مثل بلبنان لبسيني رحت على سوريا واجيت ولي ليش جيتي منك نصحاني واكله، قالت لهم هونيك فيني اكل بس ما فيني نوي، بنوي بلبنان وباكل بسوريا، مهضومة بلبنان بتنوي بس هلا ما فيك تاكل، يعني لانه الحكومه هي بتاكل عنك، بتشرب عنك، بتسرق عنك، وانا بتعنعي لانه الحكومه عاملين تيشيرت الشباب بلبنان ما رح استرجي اقولها لا بالعربي ولا بالانجليزي، وتركون وبيلبسوه ما حدا بيقول لك شيء، ما في لزوم يعني تتجوز الحكومه، ما في لزوم، الحكومه عم تعملها فيك. مين هالحكومه المحكومه؟ مني ومنك، نحن السبب، نحن بننتخبك الاربع سنين وبنزقف له وببيعنا بتنكي كاظمة زود بنزين ومية دولار إلى سعرنا، ما هيدا السبب، لأنه we are not aware. شو عم بعمل، شو عم بيصير، إنه أنا بدي يكون عندك هالأويرنس، ويكون عندك كمان شيء اسمه attention، ننتبه، مش بس يقظة، انتبه. هالانتباه هالإدراك هيك عم بتشوف، ما نضيع وقتنا وين ما فتوا، سوبر ماركت، مطعم، الناس على الطريق، هيدا اللي عم ببيع الصرامة، هيدا اللي عم ببيع هيك، بتصير بالفطرة عندك مثل الطبيعة، مثل الحيوانات، مثل النملة، مثل البرغوث، كله هي عنا إياها بالفطرة، تكون عندك إياها بالفطرة. أنت عم تاكل سم بتحوله إلى سمسم إلى دسم، بس هيك استسلام كامل، يلا بناكل، عم ناكل هيك، عم نعمل هيك. بلبنان نادرا ما حدا يطبخ بالبيت، هلا بين كل مطعم ومطعم في مطعم وفي ديليفري، وبيحطوا سموم بالريحه مش بس بالطعام. يعني بجرب احكي بس ما حدا عم بيسمع، ما حدا عم بيسمع، لانه بدهم يسمعوا الحقيقه. الفطره خطره، وبعدين شوي مريم نو شو عم تحكي؟ تخيلكم يعني ما مره مني محجبه، هذا هو يعني بتشوفوا الاشياء يلي ما لها علاقه بالجوهر، مع انه كل الحقيقه هيدي حقيقه. شو الحجاب؟ ماني انا انحجبت عن الالوهيه، حطيت حائط تشاينا وول، انه بس تكون المظاهر يعني ما شافوا وحده محجبه وقاعده بلبنان وين ما كان وسترينج مبين كلهم ماشيين وهيك، بس هي محجبة وعاملة ميك اب. الله لا يفرجيكم شو هالميك اب، ما فيها ويك اب ابدا، كلها. وقال هي، قال لهم لا تغيروا في خلق الله، بس هي راضي الله بزنزارة وعم ترضي خلقه سترينج. مشان هيك راح العلم، راح الوعي، ما بقى عندنا ادراك، بنحمل ورقه بس. وايها الساده، ايها الحفل الكريم، اهلا بكم انتبهوا. انا بس حدا يقرا ما بسمع له ابدا. 2000 سنه بعدك بتحمل الانجيل تقرا؟ بلغ ايه؟ لانه ما عندنا هالاتنشن هالانتباه. في طبيب، هو طبيب فيتراني، طبيب حيوانات، قال لهم انا طبيب حيوانات وهيدي البقره ميته ولازم نحترم، انتوا هلا طلاب عم تتعلموا عن الطب البيطري، نحترم الاموات بالحيوانات.
ما راح اقول باي بلد، ببيعوا الاموات البني ادم، ببيعوا هذا ما حدا بيسال عنه، هي سريلانكا هيدا هيك، ما بيسترجوا يعملوها مع المصري والسوري، سريلانكا ما ادري شو يعني. وبعدين ببيعوا لحمه اسمه مان ميت فلاش ميت، اقعدوا على الانترنت، بيع بني ادم اللحمه. بقى هيدا البيطري قال لهم هيدي بقره ميته مغطيها انا بشرشف ابيض، وهلا بدكم تحترموا انه البقره وين ما حطينا اصبعنا فيها محنته نحن عم نفحصها عم نتعلم منها، نحترم كل مقاماتها وكل جسدها ومطرح ما كان. هلا هيدا اصبع ايدي انا، بهالاصبع بدي احطه بالانس بالبدن عندها، حط اصبعه. قال له هلا كمان الاحترام الثاني، انتبهوا، لحس اصبعه، كلكم بدكم تعملوا هيك، ارفوا انه عم قال انا الطبيب وانتم بدكم تكونوا تلاميذي، وهلا انا عملت قدامكم شو بدنا نعمل. كلهم حطوا اصبعهم ولحسوها، قال لهم هلا راح اقول لكم ما عندكم انتباه اتنشن، انا حطيت هالاصبع ولحست هالاصبع ما انتبهتوا، اذا ما عندكم انتباه ما بقى عنا بهاء وانتباه وكذا. بدك بهرة من الانتباه attention، ما بدي attention of the others ينتبهوا للناس انه انا سيارة وسلولار والرقم والمظاهر والمناظر، بدك مين ينتبه لك؟ الناس اللي بيقدروك او انت بتقدر حالك بحالك؟ انت بده يكون عندك هالاهتمام لنفسك، ما حدا بيحترمك الا اذا انت احترمت نفسك. شو بدك باحترام الناس؟ شو ما قالوا يقولوا، ما بدي راي الناس كان منيح ولا وحيش، لا تفرحوا ولا تحزنوا، انت شو عم تعمل؟ تكون عندك هاليقين هاليقظه هالانتباه لك. اول شيء الكتاب والتامل والصديق الصادق، وتعرف انك القابض على الجمر يعني كل واحد منا، وتكون هالناس اللي عندك هالكتاب. انا ما عندي الا بقرا اوشو خبرتكم، لانه هو اوركسترا وبيحكي عن جرجيف، بيحكي عن الصوفيه، بيحكي عن الاسلام، ما حدا مثله ابدا، ما حدا يعني ما فكرت كيف في هيك اسلام وهيك مسلمين. اسلام الفطره بيحكيك كيف بده ينظف فيك هالاساس اللي فيك، ما عم يبني بنايه، عم يبني اساس، وعلى هالاساس شو ما حطيت، حتى لو حطيت مداس ونجاسة وكلا، انت اقوى، الاساس اقوى، بتصير تعرف انت شو بدك. When you are spiritual then you know what to eat what to wear، اذا انت رجعت الى روحك بتصير تعرف شو لازم تاكل وشو بدك تلبس وكله، بصير انت تصغي لجسمك، بصير في عندك it's happening، بصير في حدث، مش لان انت بدك هيك وفكرك، لا هالنبع هو عم ينبع، ما بتعود انت تفكر ليش. ما عرفت من كم سنه ما بعرف انه بس عندي صرميه وحده، مش لانه انا متنسكه او شيء، لانه هيك صارت، جيت على لبنان ولبست اغلى الثياب ومن اغلى المطاعم، كل شيء اغلى شيء لا تغالي الا بالغالي، مش بعد مش عن كبت وفلت، عن شبع مش عن جوا، بعدين شفت فيي انه في شيء بعد جوا، يعني شيء اسمه ويندو شوبينج بنعمله نحكي فيها مره ثانيه، بتطلع بالسوق ما بدي ما بدي بعرف شو بدي، يعني قلم كتاب ورقه ستيكرز هيك، يعني بحب اقعد واكتب واقرا واحكي، ويكون عندي هيك صديق واقعد على التليفون وتلفن لناس هيك مهمين بالعالم، هيك اعمل له شيء ضربه كف، معك حق، بدي احكي معك سمو الاميره وجلالك، بسكي بلو ما بدي حدا منك لإلي، بحط تليفون خاص بس تلفن مريم قوي تلفن، ما بدي ألقاب، هيدي كلها مطب ومكب. فإذا انت شو بدك تعمل؟ هالاتنشن هالاهتمام منين؟ من كتابنا، من صديقنا، من اختبار انت عم تختبره، نعم انت تكون هيك صادق مع نفسك، جوعان عريان شبعان بدك شي، بدك حقيقة جوعان روح كول، إذا حقيقة بدك هالكتاب أو بدك هالسيارة لا تغالي إلا بالغالي، بس تكون عندك المال والحلال.
والا اشتريها بعيونك، يعني بجيبها من المحل وبحطها بالبيت، تركوها ومنكح. ما هيديك الك كمان، كل شيء بتشوفه هذا الك، كل شيء بتاخده صحتين على قلبك. قال في واحد مسلم، واحد مسيحي، واحد بروتستانتي، وواحد يهودي. سكت اليهودي، قالوا له شو بك؟ ليش ما بتحكي؟ انت شو بدك تشتري؟ قال لهم انا ما بدي بيعكم. ما هو مالك كل شيء؟ قال له انا ما بدي بيع، اللي بدك اياه انت لحو عندي، واللي بدك اياه انت عندي، واللي بدك اياه عندي، انا ما بدي بيع. عشان هيك حكموا العالم بالمال، بكل شيء، الشر، النادي، عندي اللي عملوا الروتري كلاب واللاينز كلاب ومدري كلاب، وكلنا كلاب بكلاب يعني. نحكيها بعدين انه واحد عنده كلب امين احلى من صديق كلب يعني. هو هيك عنده كلب صادق. حيوانات كثير فيها أأمن من غيرنا، من كل الناس، منا نحن، مع المعاملة فينا وفيك. ما بيتركك، بس يكون الرجال بالبيت وبدق المرة، وفي كلب عم بعوي برا، الكلب بعوي بفت بنط عليك، المرة بتفتح لها الباب، الكلب بنط عليك بغنجك، والمرة ببلش تنق تنق تنق. قال لها تعي تنتفق أنا ويا مرة وأنا وياكي، كل يوم بتنقي. نق يوم وثاني يوم سكتي. قالت له خلص، قال لك كل نهار خليها تنق نق نق، بس معك وامك وبيك واختك وانا والصاحب الصمي. قال بكره بكره برتاح، بكره برتاح. ثاني يوم صارت تقول بكره نق بكره نق بكره نق بكره. المرة ما فيها ما تحكي، طلع فيها ولا معك حق، سكتت. المرة قالت له الرجال انا بدي رجال يكون غني ويكون حلو ويكون هيك ويكون هيك. يلا 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 يلا. والرجال شو بدك؟ قال لهم بدي مرة ما بتحكي، سكت. فإذن هالتناغم اللي بيصير بين الرجل والمرأة، بين الطاقة الذكر والأنثى يلي فيه، كل هودي هيدا تناغم، هيك سينكرونيسيتي هارموني بالجسم، مع جسمي ومعك ومع كل واحد بتشوفه. كلنا عنا تناغم ببعضنا البعض، ما فيك ما تتناغم مع القمر والنجوم والكواكب كلها، وفينا انطوى العالم الأكبر. بس بدون كتاب وبدون صديق وبدون مرشد ومعلم يلي ما بيقول لك الحقني، انتبهوا الحقني، اي بيلونج تو يو، ما بدي هنا. انت شو؟ انا صوفي. طيب بس انا نقشبندي، انا هيك. يا خي الحقيقه ما بدها طريقه. الصوفي يعني اهل الذكر، لا تنتمي الى اي شريعه، الى اي طريقه، الى اي دين، ماشي. ان ترى الله في كل شيء. خلص الشريعه لقسوه القلوب يا علي. إذا أنت ما صليت ما حدا بيصلي. كيف بدنا نهديهم ها مليارين مسلم؟ بدكم تحطوا شريعة. وهوديك وكلهم. فإذا اليوم في علم وفي صحوة، ومن بعد هالحروب وهالدمار شباب كثير بالعمر الجديد شافوا ما بدنا ننتمي ولا هي ولا هي، كلها مؤسسات. ما فيكم ننتمي إلى الوعي، إلى اليقين، إلى الإدراك، ونحب الخوري والشيخ وكلهم، كلهم ضحية. كلنا الإنسان عدو ما يجهل. كل واحد منا إنك تشتغل. أنا بس بحد بديش حد مني بالورا. أنا مرة بعمر 80 سنة وأنتوا عم تشهدوا، كيف تقبل تاخذ من مرة بهالعمر؟ ليه بدك تشحد؟ اشهدوا مش اشهدوا اشهدوا. بضلك تلاقي شغل. بس اليوم وبنخاص بلبنان ما بعرف هون، ما منلاقي حدا يخدم. كل الخدم مليون ونص خادم بلبنان منو لبنانية. اللبناني قال قاموا شافوا عملوا مسابقة، الياباني واللبناني. الياباني واحد شو بيعمل؟ بيجديف. واحد مدير، واحد بيحفور. نحنا شو عملوا بالسبق؟ كلهم مدراء وواحد مجديف. عمل ليش ربح الياباني؟ قالوا يا خي ليك الياباني واحد مدير وباقي كلهم عمال. قالوا طيب نحنا كمان هلا بقى نعمل هيك.
12 عامل عندكم، ايه ونحن 12، واحد مدير عام، واحد مدير مدري شو، واحد مساعد للمدير، وواحد هيك هيك، واحد مجدف. غرقت الشخطورة، غيروا المجدف، يعني حق على المجدف، هي الوحيد اللي عم. كلنا بدنا نكون مدراء ووزراء وشخصيات، واهلا وسهلا يا سعادة المدري شو، يا جلالي القابه نطب كله. فاذا كل عمل بتعمله هيدا خيارك انت، do what you love money will follow or love what you do. اي عمل بتحبه، واذا ما لقيت العمل بتحبه حب العمل اللي عم تعمله. كل واحد منا شغله اللي بتحبها يا حبيب قلبي، اذا عم تطبخ، عم تكنس، عم تمسح، عم تجلي، بكل شيء بتفرح فيه. قال له رقص ما حدا شايفك، غني ما حدا عم بيسمع لك، اشتغل ما حدا عم بيدفع لك. انا هيك عايشه بامه العرب، كل المحطات طلعت فيها وخبرتكم، كل هالشخصيات اللي شفتهم من فلان لفلان، الملك للحريري لكله لكله كلهم، ما حدا ابدا لا شكرا ماديا ولا شكرا معنويا. وهيدا الدرس لإلي، بشكرهم كلهم، بشكركم. كنت اعرف لها ما شو بخدها، ايه قاعده عند فلان اغنى واحد. طيب ما انت شغلتك كمان، انا خدمتك وعندك سكر سرطان وعم بتموت وصحك، وهالمره طبخت لك وقعدت حدك ليل نهار. فاذا اليوم بدنا ننتبه، هيدا حقك انه انا بدي منك. فعل الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، الذين جاهدوا باموالهم وبانفسهم بالصدقات وبالزكاه. كل الملايين اللي بايدي كلها لا تملكوا حتى تنفقوا، ما بنام في اكل بالبيت. خلص ثاني يوم تجي الرزقه، لا بالبنك ولا بالبيت، ولا مش كل يوم تجي الرزقه. واذا ما اجت مثل ما قال الحلاج، إذا بده ايانا نموت بنموت، بده ايانا ناكل بيبعثنا. أنت أغلى بحالي وأغنى عن سؤالي، عارف شو بدك. بس ولكن مع الجميع بتعيشها، بلا جميع بصير عندك خوف. يعني بدي صديق، هيك بلبنان عندي صديق ومنه بحاجة لحدا، ميسور ماديا كثير. ما فيني أقول لكم اللي بتريدي وبتأمري، قل له معي اليوم، بس بعرف أي شيء بصير خليل ودوريس والولاد حتى. يعني من آمن محمد محمد مات، ومن آمن بالله الله حي. بس بتعلم من الأنبياء وبتعلم من الأغبياء، وعندي الكتاب خير جليس على الموقع رح تشوفوا. مؤذن من حلب، ما فيني لكم على الموقع محطوطين، في كتير موسيقى حلوة، أذان مميز كثير، مش لا يتعدى اللسان والاذان، من القلب من لب القلب. وهيدي تشانت وهيمز ودانسز لجورج جورجيف. كيف بهالموسيقى قدر يشيل الحسد، السحر، الشعوذه، اسمها ديماركيشن لاين، باجره شيلها وعمره 14 سنه، حط اجره هيك، ولد كان حاطين له دويره حجزوه وما عم بيقدر يطلع، يشدوا الناس فيه ما يطلع. اجا هو مسح الدويرة بإجره وطلع الصبي من مطرح ما مسح إجره. شاف علماء الأرمن كله يقولوا له أنت شيطان، أنت غبي، أنت مجنون، أنت هيك. جاء على سوريا بحلب، درس عند شيخ الكواكبي، قال له هيدي طاقة موجودة بكل إنسان، يا بتحولها للشر أو للخير. قال له بدي حولها للخدمة. قام هذا الشيخ الكواكبي حط إيده هون، حط ايده هون، قال له انا حطن هون، بدي اقول لك قول ناصيتي بيديك، حطها. قال له شو سمعت؟ قال له عبد النور. قال له اسمك عبد النور، وراح يقتلوك بكندا بهالمطرح هيك، وحط خريطته وين بده يموت وراح، وهيك انقتل وهيك مات. بيعرف ايمتى عطى الكشف، قال له جسدك هيك بتطير بعدوك بعدوس، مدرسته حول العالم كلهم موحدين، ما في طريقة، ما في شريعة، إلا في وعي ويقين، بأوير أوف هو يو آر، شو جاي تعمل هون؟ بدك تشرب وتنام، الحيوانات أحلى، بتخلف بخلفوا أكثر. ليش في سلام وليش في حرب؟ شو بنعمل؟ في عندك خيار، في سلام وفي حرب، في حرب وفي حب. السلام عليكم أو السلاح عليكم، شو خيارك؟ شو بدك؟ أنت شو بدك منه؟
كله كتابك موجود لحوه بايدك، شو بنعمل فيه؟ كل واحد منا، كل واحد. هيدي مثلا هون happiness happens to me، انت فيك تفرح وانت فيك فرح وطرح، شو بدك تكون عندك بحياتك؟ شو خيارك؟ live your choice، ما تخلي حدا يسيطر عليك. اللي عم بيسيطر عليك انت سمحت له، انت قلت له تعا وعطاك مثل ما هو بده، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. صار كل هاللي بيعملوا سحر وشعوذه ويوغا وميكروبيوتيك ومدش، ما تروحوا لعند حدا ابدا. النفس، اول نفس واخر نفس، نخلق ومنموت باول نفس واخر نفس. فاذا خذ نفس وغير انت جسدك بنفسك كل 7 سنين، نحكيها بكره شو بيصير فينا. توصل لعمر 70، اوه شو هو وين رايح؟ كيف حضرت؟ اول شيء ما بتحضر القبر، بعدين حضرته، شو عملت؟ منك بحاجه الى اي طبيب ولا اي مرشد او اي انسان، ولكن الكتاب خير جليس لانه عطشك سحب على الكتاب، وبعدين بتسحب مرشد يلي عنده التمرد وعنده الرشد وعنده الحكمه، وما بيقول لك الحقنه، مش اتباع، ما بيعلمك شو بدك تاكل هيك وتعمل، بيعطيك مفاتيح. المفتاح اقوى مفتاح، قال الحبيب وكل مستنير، مفتاح واحد تامل. قال له شو اكبر؟ تامل. شو اكبر؟ تامل. شو اكبر؟ تامل. تامل ساعه خير من عباده 70 عام.